مناورات عسكرية بحرية مشتركة بين البحرية القطرية وناظرتها التركية بمشاركة فرقاطة تركية. وترقب في الشارع الموريتاني لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس وقطعته قوى المعارضة الرئيسية. وحركة حماس تعتبر تهديد عباس باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد غزة إصرار على سياساته بفصل الضفة عن القطاع. أهلا بكم. تبدأ اليوم في المياه الإقليمية القطرية تبدأ المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين البحرية القطرية وناظرتها التركية وتستمر ليومين وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق. وجاء الإعلان عن انطلاق تلك المناورات البحرية بعد 3 أيام من وصول الفرقاط التركية تي جي جي جوكوفا إلى ميناء حمد البحري جنوب شرقي الدوحة للانضمام إلى القوات التركية الموجودة أصلا في قطر. وقالت وزارة الدفاع القطرية عبر بيان لها، قالت أن اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية زار الفرقاط التركية التي ستشارك في المناورات البحرية بين قطر وتركيا. وعلى مدار الشهرين الماضيين شهدت قطر 5 تمرينات عسكرية قطرية غربية، بينهما تمرينان بحريان مشتركان مع القوات البحرية الملكية البريطانية. وينضم إلينا من الدوحة الآن، ليس معنا إذن عفوا، اجتمع وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة، اجتمع مع كنتارو سونورا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني. وقالت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الخارجية القطرية أطلع المستشار الياباني على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة وكافة الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر من قبل دول الحصار. كما عبر عن شكر وتقدير دولة قطر لموقف اليابان في الأزمة الخليجية الراهنة الداعي إلى الحوار بين كافة الأطراف لحل الأزمة. في موريتانيا يترقب الشارع الموريتاني يترقب ظهور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية. ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل رسمي حتى صباح اليوم عن أي أرقام تقريبية لنسب المشاركة، لكن مصدرا باللجنة قال أن نسبة المشاركة قاربت 41%، ولفت إلى أن هذه النتائج جزئية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول نسبة المشاركة الإجمالية. في المقابل قالت أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري في بيان لها، قالت أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15%. النتائج الأولية التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات أكدت حسم الأمر لصالح التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الأغلبية الحاكمة. تجرى بصفة جيدة، لم تسجل أي تخلقات والحمد لله، ولم نتوصل حتى الآن بأي تظلمات من قبل ممثلي أحزاب الذين كانوا يمثلون أحزابهم في المكاتب التصويت. الرئيس الموريتاني دعا إلى سهرة انتخابية في احتفاء رمزي مع أنصاره بنتائج الاستفتاء التي بمقتضاها سيتغير شكل العلم ويلغى مجلس الشيوخ وتستحدث مجالس للتنمية المحلية في هذه البلاد. تحتفي الأغلبية الحاكمة في موريتانيا بنجاح التصويت على التعديلات الدستورية، فيما تتوعد المعارضة بإفشال تلك التعديلات بحجة مخالفتها للدستور. المعارضة التي التأم قادتها هنا لتدارس الأمر تحدثت عن تلاعب وتزوير فيما وصفته بمسرحية الاستفتاء العبثي التي من خلالها تمت مصادرة إرادة الشعب في انقلاب جديد على الشرعية على حد قول المعارضة الموريتانية. هذه الانتخابات الأحادية تبين أنها رفضها الشعب الموريتاني برمته، وبالتالي كانت فشلا ذريعا. قادة المعارضة حاولوا أن يعبروا عن رفضهم للاستفتاء ونتائجه من خلال الخروج في تظاهرات احتجاجية، لكن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد ومنعتهم مرة أخرى بالقوة.
محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي نواكشوط. ومن نواكشوط محمد ممين مراسلنا. محمد، يعني رغم المقاطعة ورغم غياب المراقبة الدولية لسير العملية الانتخابية، يبدو أن الرئيس الموريتاني يتجه مباشرة نحو ما خطط له. نعم، هو كذلك الرئيس الموريتاني يبدو أنه واثق من الفوز، ولذلك دعا أنصاره ليلة البارحة إلى سهرة انتخابية احتفاء بما اعتبره نجاح للتعديلات الدستورية التي دعا إليها مع أغلبيته. الواقع تسود حالة من الترقب في انتظار معرفة النتائج النهائية لهذه الانتخابات، وكل الدلائل تشير إلى أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة جدا هنا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وكانت متوسطة في بعض المناطق ومرتفعة خاصة في المناطق النائية التي تتحدث المصادر عن ظهور حالات من التزوير فيها والتلاعب. هذا التزوير والتلاعب على حد وصف المعارضة اعتبرته بمثابة إدانة للرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز، بل هناك من دعاه إلى الاستقالة في وساط المعارضة باعتبار أنه قد فقد شرعيته حينما لجأ إلى تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين بحسب قول المعارضة، التي وصفت هذه الانتخابات بأنها مسرحية هزلية كانت سيئة الإخراج. الواقع أنه لحد الساعة هناك الأنظار كلها متجهة إلى اللجنة المستقلة للانتخابات التي يتوقع أن تعلن النتائج الرسمية والنهائية هذا المساء. اللجنة المستقلة للانتخابات تقول بأنه لم تسجل لحد الساعة أي خروقات، ولم يعترض أي أحد على نتائج هذه الانتخابات، وإن كان هناك تأكيد رسمي على أن نسبة المشاركة أو شبه رسمي على نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة، لم تصل لعتبة 50% بحسب تسريبات اللجنة المستقلة للانتخابات. وإن كان هناك من يتحدث عن أن النسبة وصلت إلى أكثر من 40% على عموم التراب الموريتاني. نعم، المعارضة تتوعد بالمزيد من التصعيد في قادم الأيام. نعم محمد، وقالت بأنها وجهت أمس بالقمع، يتزامن ذلك مع إعلان مجلس الشيوخ أو المعتصمين بمجلس الشيوخ عن تعليق اعتصامهم. شكرا محمد. لمدة 48 ساعة. نعم، أشكرك محمد ممين مراسلنا من نواكشوط. قالت حركة حماس أن تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن القطاع. وأكدت الحركة في بيان لها أن عباس ما زال يضرب عرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأشارت إلى أن ما تفعله السلطة في رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التي يدفعها سكان القطاع كضرائب وتجمعه إسرائيل من المعابر هي سياسة تناغم واضحة بين السلطة في رام الله وإسرائيل ضد القطاع. وفي وقت سابق أعلن عباس مواصلة السلطة تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة طالما أن حركة حماس لم تحل اللجنة الإدارية التي شكلتها. أبو مازن أرسل رسائل للجميع بأنه غير معني بالوحدة والمصالحة، هو معني بضرب مقومات صمود وثبات أهلنا في قطاع غزة بالحصار. هو الآن يتقاطع بشكل واضح مع إجراءات الاحتلال القمعية ضد 2 مليون فلسطيني في القطاع، هو بذلك نسف كل جهود المصالحة. لكن حركة حماس لن تعطي أي فرصة لإفشال المصالحة، بل سنذهب باتجاه توحيد الصف الداخلي الفلسطيني مهما كانت المعيقات والتحديات. ومن قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا باسل خلف. يعني باسل، يبدو أن الوضع بين حماس وفتح يتجه فعلا نحو التأزم، وبالتالي الضرر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية.
بالفعل يعني قبل يومين كان هناك أطروحة جديدة من حماس وصفت بها المبادرة، كانت تتحدث عن مجموعة من النقاط تتعلق بمبادرة وصفت من حماس بالمصالحة. ليلة أمس تصريحات وصفتها حماس بالتهديدات تجاه غزة، والأهم من ذلك أنها قالت بأن وصفتها بالمهاترات من جانب، وقالت أنها أي هذه التصريحات التي صدرت عن الرئيس محمود عباس بمثابة نسف لجهود المصالحة، وبالتالي هي تتساوق مع متطلبات الاحتلال الإسرائيلي على حد وصف حماس في بيانها صبيحة هذا اليوم. هذه المعطيات سواء من الرئيس الفلسطيني وتصريحاته أو حتى من حركة حماس صباح هذا اليوم والرد عليه يشير إلى عودة الأوضاع السياسية بين حماس وفتح إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين من الآن، خاصة إذا ما تحدثنا عن بعض الجهود التي كانت متعلقة بالمصالحة. ردود فعل فلسطينية صدرت الأمس أيضا من الجبهة الشعبية مثلا، والتي تحدثت عن مطالبة للرئيس والقيادة الفلسطينية بالاعتراف بما وصفته بالخطيئة تجاه الإجراءات التي تمارس هنا في قطاع غزة. الجانب الآخر أيضا مطالبة لما وصفته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ب سلطة الأمر الواقع هنا في قطاع غزة بالتراجع عن تشكيل أو حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في مارس أذار الماضي. الواضح أن هناك خيبة أمل لدى الفلسطينيين، خاصة إذا ما تحدثنا عن مجموعة من التصريحات صدرت خلال الأيام الماضية، تحدثت عن زيارة وفد من حماس والتقائه بالرئيس عباس ثم طرح مبادرة كان ينتظر أن يكون هناك قبول لهذه المبادرة، لكن الواضح أن الأمور عادت إلى المأزق من جديد بالنسبة لحماس وفتح. وبالتالي نحن نتحدث عن إجراءات جديدة أعلن عنها الرئيس الفلسطيني عباس تجاه غزة، وحذرت حماس من أن تبقى هذه الإجراءات، خاصة أنها تطال بالنسبة لحماس ولمفهومها ليس فقط حماس وإنما 2 مليون فلسطيني يعيشون هنا في قطاع غزة. نعم باسل خلف مراسلنا من غزة، شكرا لك. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات النظام السوري سيطرت على مدينة السخنة، آخر مدينة يسيطر عليها مسلحو ما يعرف بالدولة الإسلامية في مدينة حمص. وأوضح المرصد أن قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم هام واستراتيجي في البادية السورية، حيث سيطرت بمساعدة مسلحين موارين لها من جنسيات سورية وغير سورية على مدينة السخنة. وأضاف المرصد أن عملية السيطرة هذه جاءت بعد قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية والقصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام على المدينة. قال وزير الخارجية الفرنسي جيرار كولومب إن بلاده شهدت عودة 271 متشددا من مناطق الحرب في العراق وسوريا، وأن ممثلي الادعاء العام يقومون بالتحقيق معهم جميعا. وأوضح كولومب أن من بين العائدين 54 حدثا بعضهم رهن الاحتجاز، ونفى الوزير الفرنسي علمه بعدد المتشددين الفرنسيين الذين سقطوا خلال مشاركتهم في القتال في سوريا والعراق. وتقدر جهات مستقلة عدد الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف ما يسمى بالدار الإسلامية بحوالي 700 شخص. دعا وزير الخارجية الصيني وونغ يي النظام الكوري الشمالي إلى التعقل في تعامله مع العقوبات الأممية، وأكد أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة بحق بيونغ يانغ هي الرد المناسب على سلسلة التجارب الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية مؤخرا. وحذر الوزير الصيني من أن الأزمة الكورية دخلت منعطفا خطيرا بفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية حازمة على كوريا الشمالية. يرجى من مؤيدي مشروع القرار الوارد في الوثيقة S/2017/674 رفع أيديهم. نتيجة التصويت كالآتي: نال مشروع القرار 15 صوتا مؤيدا. بالإجماع مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات قاسية على كوريا الشمالية، البلد الذي لا تتجاوز قيمة صادراته 3 مليارات دولارات سنويا سيفقد ثلث مداخيله من العملة الصعبة، سيمنع من تصدير الحديد والفحم والأسماك، وسيحدد عدد عامليه في الخارج. لكن حتى ألد أعداء بيونغ يانغ يدركون أن تضييقا أكبر قد يتسبب في كارثة إنسانية في كوريا الشمالية. إن المعاناة المستمرة لشعب كوريا الشمالية يجب أن تذكر المجلس بأن القرار خطوة مهمة إلى الأمام، لكنها لا تكفي بالشكل اللازم. الصين أهم حلفاء النظام الكوري الشمالي،
تجد نفسها مضطرة إلى تأييد العقوبات على بيونغ يانغ، بل إن وزير خارجيتها خاض حوارا منفعلا مع نظيره الكوري الشمالي في مانيلا على هامش اجتماعات دول الآسيان رغم تبادل الابتسامات أمام الكاميرات. لقد أجرينا محادثات صعبة، طلبنا من كوريا الشمالية التعامل مع قرار مجلس الأمن وعدم القيام بأمر غير مفيد تجاه المجتمع الدولي مثل إطلاق الصواريخ أو إجراء تجارب نووية. التحذيرات الصينية ربما ستقع على أذان صماء، فكيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية الشاب يرد على تصريحات جيرانه والدول الكبرى بإطلاق صواريخ ويرد على أي تهديد بعقوبات بتجارب نووية، بل ويهز كامل منطقة شرق آسيا بمناورات عسكرية وكأنه سيجتاح الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. وآخر تصعيد كان بإطلاقه صواريخ يبدو أنها قادرة بالفعل الوصول إلى الولايات المتحدة، ما أدخل بلاده والعالم في الأزمة الحالية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. البيت الأبيض قد يعين مستشارا له آراء متشددة بشأن الهجرة في منصب مدير الاتصالات بدل سكاراموتشي. أهلا بكم من جديد. أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن 12 مدنيا يمنيا قتلوا وأصيب عشرة آخرون في هجمات لطيران التحالف العربي استهدفت محافظة صعدة شمالي البلاد. وقال المنسق العام للمفوضية جيمي ماكجولدريك إن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن تلك الهجمات، لكن مصادر محلية قالت إن إحدى الهجمات استهدفت أحد المنازل في مديرية الصفراء، في حين استهدفت أخرى مركبة خاصة في مدينة رازح في محافظة صعدة. واستنكر المفوض استمرار أطراف النزاع في اليمن بتجاهل تحييد المدنيين وحمايتهم داعيا إلى احترام قواعد الحروب. والآن إلى عالم المال والاقتصاد في هذا الشريط الاقتصادي. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة تداول الحر لأسهمها في السوق. وأوضح سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة تداول الحر لأسهم تلك الشركات، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل البطالة ارتفع في ربع الثاني من العام الجاري إلى 9.3% من 9.1% رغم الزيادة الكلية للوظائف. وعدلت وزارة المالية توقعات النمو لهذا العام صعودا من 4.5% إلى 4.8% مع تعافي الزراعة من الجفاف. وسجل الاقتصاد المغربي في العام الماضي معدل نمو بلغ 1.6%. قال بيان للحكومة العراقية إن اليابان وافق على إقراض العراق ما يصل إلى 195 مليون دولار لمشروع يسهم في إصلاح محطة كهرباء حرارية في محافظة البصرة الجنوبية. ويحتاج العراق تمويلا خارجيا لسد العجز في الميزانية الذي يقدر بأكثر من 21 مليار دولار لهذا العام، في وقت يعاني فيه العراق من انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة ما يعرف بالدولة الإسلامية. بدأت الحكومة البريطانية بمراجعة أفضل السبل لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد بالنسبة للمنازل والشركات، وذلك إلى حد ما بسبب القلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى إلحاق الضرر بالقدرة التنافسية في المجال الصناعي. وقالت الحكومة إنها ما زالت ملتزمة بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تماشياً مع التزاماتها القانونية الحالية، ولكنها تريد أيضاً خفض تكاليف الطاقة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في أوروبا.
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، قال أن البيت الأبيض قد يعين مستشارا كبيرا للشؤون السياسية له آراء متشددة بشأن الهجرة في منصب مدير الاتصالات. وأصبح اسم ستيفن ميلر أحد كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب وكاتب خطبه مطروحا ليقود فريق الاتصالات بالبيت الأبيض بعد سلسلة من التغييرات في الموظفين منذ تولي ترامب الرئاسة قبل أكثر من 6 أشهر. وكان ترامب عزل الأسبوع الماضي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض أنتوني سكارموتشي بسبب عبارات بذيئة وردت خلال حديث مع صحفي في مجلة نيويوركر بعد 10 أيام فقط من تعيينه في المنصب الذي أصبح الآن شاغرا. أكدت النائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا المعارضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، أكدت أنها لن تعترف بقرار إقالتها الذي أصدرته الجمعية التأسيسية في أولى جلساتها. أورتيغا قالت أن القرار يتنافى مع القانون ونددت بالانقلاب الذي تقوم به حكومة مادورو على الدستور على حد تعبيرها. أعضاء الجمعية التأسيسية الفنزويلية يؤدون اليمين الدستورية حاملين الورود الحمراء في أيديهم وصورا كبيرة لهوغو تشافيز وسايمون بوليفار رمز الاستقلال في فنزويلا. تم كل ذلك في غياب عراب الجمعية الرئيس نيكولاس مادارو الذي كان مشغولا بإسكات صوت الشارع الغاضب. باشرت الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي تم انتخاب أعضائها بأقلية الشعب والمزودة بصلاحيات غير محدودة أعمالها غداة جلسة افتتاحية انتقدت من كل حد وصوب وفخمت الاستقطاب في بلد بات على شفير الهاوية. وما أن فرغ أعضاء الجمعية من مراسم تأدية اليمين الدستوري حتى التفتوا إلى النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا التي باتت من أبرز خصوم الرئيس نيكولاس مادارو، فتم نشر وحدات من الحرس الوطني حول مكتب النيابة العامة في وسط كاراكاس ومنع أورتيغا من الدخول إلى المبنى. لويزا أورتيغا قد أوقفت بالفعل من منصبها كمدع عام، بالإضافة إلى ذلك فقد تم منعها من مغادرة البلاد وتم تجميد حساباتها. هذا القرار صدر عن الجمعية التأسيسية ولقد طالبنا بإقالتها نهائيا من منصبها كنائبة عامة. من جهتهم قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي تعليق عضوية فنزويلا في السوق المشتركة في أمريكا الجنوبية، ما يعد ضربة موجعة للاقتصاد الفنزويلي المنهار منذ عهد هوغو تشافيز. والآن في جولة مع أهم أخبار الرياضة. خسر الأسطورة الجامايكية يوسين بولت سباقه الأخير في 100 متر قبل اعتزاله وحل ثالثا وراء الأمريكيين جاستن غاتلين وكريستيان كولمان في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة البريطانية لندن. وسجل بولت الذي نال البرونزية زمنا قدره 9 ثوان و95 جزءا من الثانية متخلفا بفارق 3 أجزاء من الثانية عن غاتلين الذي أوقف سابقا مرتين بسبب المنشطات. هذا وأحرز بولت حتى الآن 11 ذهبية في بطولة العالم و8 في الألعاب الأولمبية حيث كان يتربع على عرش سباقي 100 و200 متر. قدم نادي باريس سان جيرمان يوم أمس نجمه البرازيلي الجديد نيمار إلى المشجعين في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية عقب انتقال النجم البرازيلي من برشلونة في صفقة قياسية عالمية. واستقبل مشجعو النادي الباريسي نجم الفريق الجديد بحرارة على الرغم من عدم مشاركته في لقاء فريقه مساء أمس أمام أميان، وخاطب نيمار الجماهير بالبرتغالية مؤكدا سعادته باللعب للفريق الباريسي وأكد رغبته في الفوز بألقاب عديدة وناشد المشجعين بمساندته. تغلب توتنهام الإنجليزية على ضيف يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين في لقاء ودي على أرضية استاد ويمبلي الشهير الذي سيحتضن مباريات السبيرز الموسم المقبل. وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة 10 عبر هداف الفريق هاري كين، فيما أضاف زميله الدنماركي كريستيان إريكسون الهدف الثاني في الدقيقة 52 ليحقق السبيرز فوزا معنويا في آخر استعداداته للموسم الكروي الجديد. تتجه الأنظار الليلة نحو ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية الذي سيحتضن نهائي البطولة العربية للأندية بين الفيصلي الأردني ونظيره الترجي التونسي. الحصان الأسود للبطولة الفيصلي يسعى لإنهاء مغامرة العربية بأفضل شكل ممكن والتتويج باللقب على الرغم من خبرة منافسه التونسي الذي يطمح إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه في النهائي الخامس له في البطولة.
أحيت اليابان ذكرى مرور 72 عاما على أول هجوم نووي في العالم وقع على مدينة هيروشيما جنوبية البلاد، وتأتي الذكرى بعد أن أيدت اليابان الشهر الماضي مواقف القوى النووية الكبرى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بعدم التوقيع على معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية. وتعرضت اليابان لهجومين نوويين أمريكيين نهاية الحرب العالمية الثانية على هيروشيما في 6 آب أغسطس عام 1945، وأسفر عن مقتل 140,000 شخص. ووقع الهجوم الثاني على مدينة ناكازاكي بعد 3 أيام وأسفر عن مقتل 74,000 شخص. طريقة جديدة لتصميم مطعم في قطاع غزة جعلته محط اهتمام الغزاويين. غرب المدينة مطعم صممه صاحبه على شكل قارب يتسع لنحو 100 شخص، يقدم العصائر وبعض الوجبات الساخنة في وقت تغلق فيه بعض المنشآت السياحية التقليدية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. من بعيد يتراءى لك كمركب في غير مكانه، ثابتا على اليابسة لا عائما في البحر، وبالاقتراب منه أكثر تجد أن رواده أناس عاديون لا صيادون محترفون. القارب المطعم، هكذا يسمونه في غزة. مراكب الصيد اللي في غزة محرومة من دخول المياه البحر، فإحنا حبينا نطور مشروعنا في سفينة من هالنوع على أساس أنه تكون شعار داخل المية لكن هي على أرض يابسة ومنها تكون مشروع. القيود على المعابر والأوضاع الاقتصادية تقلل من خيارات الناس هنا ووجهاتهم السياحية، الأمر الذي يجعل المطاعم والفنادق العاملة في غزة تعتمد بنسب مرتفعة على السياحة الداخلية فقط. والله يمكن عشان فكرة جديدة، فكرة أن يكون في سفينة مادة بوزة كده على البحر، يعني الواحد يستذكر بعض الدول الأوروبية اللي في سفينة وبدل القاع بتشوف الأسماك ومش عارف إيش. الناس ما حد ما تسمع كلمة سفينة نفسها تطلع سفينة، يا تسافر يا تخش جوا البحر بهالسفينة. ما صدقت تلاقي مكان زي هذا. هاي أنا رغم إني بتنقل بروح هنا وهنا بس حبيت أقعد في قلبها برضه. تعتمد فكرة المطعم على العامل الطبيعي، البحر، كأحد أهم العوامل التي تؤثر على قطاع السياحة في غزة، القطاع الذي يوفر ما يقرب من 10,000 فرصة عمل. وحدها الأفكار الخلاقة يمكنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد نحو النمو والتطور في وقت تغلق فيه بعض المنشآت السياحية التقليدية أبوابها في قطاع غزة الذي يوصف اقتصاده بالهش. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. نشرتنا انتهت، شكرا لكم وإلى اللقاء.